اهلا بيكو. النهارده هتكلم عن صفه مشتركه لثلاث ابراج، يعني ثلاث ابراج دولت بينهم وبين بعض، او اربع ابراج بينهم وبين بعض صفه مشتركه، فهعلمكم ازاي تتعاملوا معاهم علشان تاخدوا بالكم ان الصفه دي مهمه جدا ان انتوا تعتبروها لما تيجوا تتعاملوا مع الابراج دي. كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي تتفرجوا عليهم فين، انتوا برج ايه. طيب مين هم الثلاث ابراج؟ برج الاسد، برج الثور، برج الجدي، وبرج العقرب. ايه بقى الصفه المشتركه ما بين الاربع ابراج دولت؟ عايزاكم تكتبوا لي، توقفوا الفيديو وتكتبوا في الاول دقيقه كده تتوقعوا ايه هي الصفه المشتركه ما بينهم الاربع ابراج دولت. بس ممكن العقرب احطه لوحده، يعني الثلاثه اللي انا قلتهم في البدايه اللي هم اسد وتورس وجدي دول اقوى شويه من العقرب في الحته دي، وهي صفه العند. الابراج دولت عنيدين جدا جدا لدرجه ان هم ممكن يضيعوا حقهم، او يضيعوا حاجه هم عايزينها، او يضيعوا حاجه مفيده بالنسبه لهم بسبب العند. يعني ممكن يكونوا في حاجه هم بيحبوها او متعلقين بيها، بس بسبب عندهم يضيعوا الحاجه دي. فلازم لما تيجي تتعاملوا مع الابراج دي تاخدوا بالكم ان هم عنيدين لدرجه مؤذيه ليهم احيانا. يعني احيانا العند ده بيكون مؤذي للابراج دي، يعني مثلا يكونوا عايزين حاجه معينه، بيحبوا حد معين، مش بيعترفوا له بحبهم ليه بسبب عين، عايزين يوصلوا لحاجه معينه مش بيعترفوا بسهوله. فالابراج دي لازم لما تيجي تتعاملوا معاهم تكونسيدروا او تاخدوا بالكم ان هم عنيدين جدا جدا جدا. طيب مين كمان، ايه كمان صفه مشتركه ما بينهم؟ هو عزه نفسهم وكبريائهم. الابراج دولت عندهم عزه نفس وكبرياء برضو ممكن تخليهم يعني حتى لو بيحبوك او بيموتوا فيك، او جيراننا حبكت يتكلموا مع بعض وانا بعمل فيديو، حتى لو بيحبوا حتى لو بيحبوك جدا، بس انت جيت على عزه نفسهم وكبريائهم ساعتها ممكن يمشوا ويبعدوا عنك مهما كان درجه حبهم ليك. فعزه نفسهم وكرامتهم وكبريائهم هي رقم واحد في حياتهم. ممكن اضم بس صفه عزه النفس والكبرياء ليهم برج العذراء. برضو برج العذراء عنده عزه نفسه وكبرياء كده وايجو كده، لو حد جه ناحيته ممكن يتخلى عنه ويتخلى عن حبه ليه. طيب يبقى احنا الابراج دي لما نيجي نتعامل معاهم لازم نعرف ان هم عنيدين جدا، فما نحاولش ندخل معاهم في دور عند، لان هم يعني ممكن يتخلوا عن اي حاجه في حياتهم من اجل العند. وهحط رقم واحد فيهم تورس، اللي هو برج الثور. برج الثور عنيد لدرجه مرضيه يا جماعه. هو العند عنده اسلوب حياه، يعني بقول لكم ممكن يكون عايز حاجه جدا وبيشتهيها ونفسه فيها واي حاجه في حياته، بس دخل في دور عند ولا والنبي لو ايه دخل قدامه مش هيتخلى عن عنده. يلي في العند برج الجدي، يلي الاسد، يمكن الاسد يلي عقرب، اوكي، بعديهم ممكن اقول دلو كمان. اما بقى عزه النفس فهم برضو عندهم عزه نفس وكبرياء. انا شايفه ان عزه النفس والكبرياء دي حاجه حلوه، بس احيانا مش لازم تبقى بتيجي علينا، يعني لازم يبقى في سنس شويه في تقييم عزه النفس والكبرياء والصفات دي. فلما تيجوا تتعاملوا مع الابراج دي كونسيدروا ان انتوا ما تجوش على كبرامتهم او عزه نفسهم او كبرياء، وما تدخلوش معاهم في دور عند، لان انتوا هتخسروا، لان هم عندهم العند ده ما بيعرفوش يتغيروا. يعني انا اعرف ناس صحابي تورس هم نفسهم ما يكونوش عنيدين، لان العند ده بيأثر على حياتهم، بس بيفشلوا فشل رهيب في موضوع ان هم يتخلوا عن عندهم. قولوا لي يا جماعه ايه اكتر صفه بتشوفوها مشتركه ما بين الاربع ابراج اللي انا قلتها. بس برج العقرب يمكن هو اقل عندا فيهم، عشان برج العقرب حنين شويه، او برج العقرب يعني ممكن بعواطفه او مشاعره تجيبه يتنازل عن عنده. لو انت دخلت المشاعر والحنان والعطف ساعتها العقرب حنين شويه وقلبه حاضر فيتخلى. ما الناس دي ما حد مهما حصل مش بيدخلوا مشاعرهم او بيدخلوا قلبهم في الموضوع. قولوا لي ايه رايكم تحت، واستنوا فيديوز عن صفات مشتركه ما بين ابراج تانية. بتمنى لكم السعاده، واشوفكم فيديو تاني. باي باي، مع السلامه، وهستنى رايكم تحت في الكومنتس. باي.